اليوم، وأكيد واحدة من أهم المواضيع هي ذكرى المولد النبوي الشريف. ينضم إيانا الداعية والمحاضر الجامعي الشيخ الدكتور أحمد شرف عبر خط الهاتف. صباح الخير دكتور أحمد. يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين والمستمعين الكرام. صباحك بكل الخير، وكل عام وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير بهذه المناسبة الشريفة والعظيمة. ما الذي يتوجب فعله في ذكرى المولد النبوي الشريف والتي يتزامن في ظل كل هذه الظروف الصعبة التي تمر علينا كأبناء شعب فلسطيني؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين يا الله. كل عام وأنتم بألف خير بحلول هذه الذكرى الطيبة العطرة، ذكرى مولد خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه أول شيء أبتدأ به ما ذكره الحق سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأذكر أيضا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابت السيدة عائشة: كان خلقه القرآن. نحن كشعب فلسطيني أحوج ما نكون اليوم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع جوانب حياتنا، أن نشعر بالآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكما قال العلماء، نحن لسنا من نحيي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكرى المولد تحيينا عندما نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع جوانب حياتنا، سواء كنا كتجار، سواء كنا كآباء، سواء كنا كمعلمين، سواء كنا كأطباء، في أي فئة وأي شريحة الأصل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقتصر الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور الظاهرة، إنما الاقتداء أن نترجم هذه الذكرى في سلوكنا في حياتنا. فسبحان الله، يعني فيما يتعلق بالمعاملات، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب التاجر، يقول: التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. وإحنا اليوم نعيش في قلة ذات اليد، وممكن مع ارتفاع الأسعار، وربما بعض التجار يقوم باحتكار بعض أنواع السلع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم اللي إحنا نعيش اليوم في ذكرى مولده بأبيه وأمي، من قال لنا لا يحتكر إلا خاطئ؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم من قال لنا من غشنا فليس منا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم من قال لنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن التاجر الأصل أن يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الأب الأصل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه النبي فقال له: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فواجب الأب أيضا أن يوجه أولاده وأن يوعيهم وأن يراقبهم. بعض الأبناء يجلسون على مواقع التواصل الاجتماعي، فربما يشاهدون ويستمعون لبعض المحاضرات وبعض المواد اللي هي تخالف شريعتنا وتخالف ديننا وتخالف عقيدتنا وتخالف قيمنا. أين أنت أيها الأب؟ أليس الواجب أن تقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بتوجيه أولادك عندما قال لك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أيضا عندما نشاهد بعض المركبات التي
تصدر بعض الأصوات مضخمات الصوت فتزعج المرضى وتزعج الصغار والكبار. وأين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا ضرر ولا ضرار؟ أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن؟ سأل الصحابة من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فالأصل هي دعوة إلى عدم الإضرار بالآخرين، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي دعا إنه الإنسان يحسن إلى الجار ويحسن حتى إلى الطريق. قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا لنا، قال الصحابة ما لنا من مجالسنا، بدنا نجلس في الطرقات ما نستطيع. قال إذا لابد من الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى إلى آخر الحديث. إذن يجب أن نكف الأذى عن الآخرين. يجب أيضا في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التكافل الاجتماعي، وإحنا على مقربة يعني ربما يكون غدا يوم الاثنين افتتاح العام الجامعي، وقد افتتحنا في الأسبوع الفائت العام الدراسي. هناك طلاب بحاجة إلى مد يد العون لهم، سواء توفير القرطاسية، سواء توفير بعض المستلزمات، الحقائب إلى غير ذلك. بعض الطلاب في الجامعة ينتظرون من يساعدهم في إكمال أقساط الجامعة. أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن؟ أو في حديث آخر ما آمن ما آمن ما آمن، من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. تصوري أن يبقى الواحد شبعان أكل ما لذ وطاب، وإحنا اليوم في عطلة رسمية ويحضر الحلويات ويأكل، وجاره جيعان، جاره لا يجد طعاما. والنبي ينفي الإيمان عن أمثال هؤلاء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش في ذكرى مولده من قال لنا أيما أهل عرصة يعني أهل حي آت فيهم امرئ جائع فلقد برئت منهم ذمة الله؟ ليش أنا اليوم ما أتفقد جيراني، أتفقد أقاربي الفقراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على مسكين صدقة وعلى ذي رحم ثنتان صدقة وصلة. أنا اليوم بدي أترجم إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أترجمه في سلوكي، أترجمه في أعمالي. أذهب إلى جيران أتفقد بحاجة لبعض الأمور أوفر لهم إياها، لي قريب بحاجة لإشي معين مساعدة أقوم بتوفير هذه المساعدة. أما أنه أفهم أنه إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بوضع المدائح النبوية والاستماع إليها، لا لا لا، هذا فهم خاطئ لإحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي دعوة للشعور بالآخرين، للتكافل الاجتماعي، لزيارة دار المسنين، لتقديم المساعدة لهم، لمساعدة أيضا الأيتام. أليس النبي صلى الله عليه وسلم من قال لنا عندما تحدث مع أحد الصحابة قال له ألا تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. إذا بتحب إنه حاجتك تدرك وإنه قلبك يلين، تفقد اليوم بعض الأيتام، اذهب إلى يتيم، أحضر له هدية بسيطة في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقل له النبي صلى الله عليه وسلم تربى يتيم. فعلا النبي تربى يتيم، النبي جاع وضع الحجر على بطنه، النبي توفي أولاده الذكور، النبي صلى الله عليه وسلم طعن في فراشه، النبي ابتلي، طلقت ابنتاه في سبيل الله، النبي عذب لكنه صبر. إذن الأصل إنه إحنا نترجم. طيب دكتور، دكتور هذه الترجمات كلها من أجل الاحتفال، ليس بالاحتفال بالمدائح وتوزيع الحلوى، إنما بكل ما ذكرته من تعاطف وتكاثف والشعور بالغير، ومن خلال تصرفاتنا تجاه الآخرين كما حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك كان بالفترة أو خلال اليومين الماضيين من أجل التذكير بهذه الذكرى
الفكرة كان بأنه نعتبر هذه اليوم أو هذه المناسبة هي إحياء لروحنا داخليا من أجل تكثيف الدعاء للتفريج أو للفرج والنصر القريب لإلنا كأبناء الشعب الفلسطيني من أجل أن يخفف ربنا هذا الكرب عن أهلنا في غزة. كيف نعزز هذه الذكرى داخلنا داخل أنفسنا داخليا لتعزيز فعليا أو تكثيف الدعاء من أجل قضاء حاجاتنا ومن أجل أيضا الفرج والنصر القريب؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت الأزمات يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة الرباعية، وربما كانت صلاة العشاء، عندما يرفع من الركعة الرابعة يقول سمع الله لمن حمده، يرفع أكف الضراعة ويدعو الله سبحانه وتعالى بتفريج الكربات. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمات يجب أن يقرأ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في وقت الأزمات. أما عيد أن يفرح فيه أناس ويبكي فيه آخرون، كما قال سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه، إن عيدا يفرح فيه أناس ويبكي فيه آخرون لهو مأتم عند أهل السماء. لا لا لا، بدنا نشعر مع الآخرين، نشعر مع أهلنا في غزة، مع المنكوبين، نشعر بهم على الأقل في الدعاء. لا يجوز إن الواحد يسأم الدعاء يقول إحنا بندعي تقريبا هي قارب السنة إحنا بندعي. لا لا لا، إياك والقنوط من رحمة الله، النصر قريب بإذن الله عز وجل. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما كان يقنط من رحمة الله، فكان يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. انظر إلى سيدنا عمر ابن الخطاب عندما أصيبت الأمة في زمانه بالمجاعة، كان يطلق ذلك العام بعام الرمادة، عام المجاعة، سمع لبطنه صوت قرقرة وهو يخطب بالناس، كان خطيبا فسمع لبطنه صوت من شدة الجوع، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن طعن بطنه بإصبعه وقال قرقر أو لا تقرقر فوالله لن تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. يا ريت يكون هدينا كهدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل في الأزمات، يا ريت يكون هدينا كسلفنا الصالح كيف كان سلفنا الصالح يتعامل في الأزمات. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك عمر بن عبد العزيز عندما أمر إنه كان بيت مال المسلمين يعني فيه كثير من الأموال، فأمر إنه هذه الأموال تصرف من أراد الزواج فنفقة زواجه من بيت مال المسلمين، من عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، من أراد الحج فنفقة حجه من بيت مال المسلمين. ثم فاض المال في بيت المال فقال اشتروا قمحا وزروه، يعني انشروه على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في عهد عمر، جاع طير في عهد عمر. هيك كان السلف الصالح، هيك كان الصحابة رضوان الله عليهم، هيك كان التابعين يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا الأصل إنه نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمات، إنه نشعر بالآخرين، إنه نمد يد العون لهم. حتى سبحان الله يعني على الهامش هناك أحاديث تتحدث عن الديون، النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. إحنا اليوم نسمع عن ظاهرة إنه في شيكات راجعة وفي ناس ما بدها تدفع، إما عن إعسار أو إيسار. إن كان عن إعسار ما معه، فرب العزة قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان موسر ولا يريد إنه يدفع الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي إحنا نحتفل بذكرى مولده اليوم يقول مطل الغني ظلم، ويقول أيضا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إذن الأصل إنه إحنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كافة النواحي وفي كافة الجوانب. هناك هجمة شرسة بعض المواد اللي هي تطعن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتنشر هذه المواد على مواقع التواصل وربما على السوشيال ميديا بشكل عام، وهي تنكر أمرار أحاديث وردت في صحيح البخاري وصحيح مسلم. طب لماذا لا يكون دورنا في ذكرى إحياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنه نعلن عن إطلاق مراكز لتحفيظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن هذه الأحاديث والفهم الصحيح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أن يترجم، هو الغرض أنه يترجم ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال وليس فقط بأقوال. غدا رح يكون دوام
في المدرسة؟ لماذا لا يكون يتم إيعاز من قبل مدراء المدارس إلى المدرسين إن يكون أول حصة غدا للحديث عن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا بدنا أمور عملية، ما بدنا أمور فقط نظرية مديح ونشيد وإلى غير ذلك، لا بدنا نطبق ونحيي هذه السنة. كما قلت نحن لا نحيي هذه الذكرى، بل هذه الذكرى تحيينا في كل شيء، في كل جوانب حياتنا. أكيد، يعني هذه الترجمات كلها إن شاء الله يا رب يكون فيها إفادة أكثر لكافة المستمعين والمشاهدين من أجل إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من خلالها، بأن رسول الله رسولنا الكريم هو قدوة لنا من أجل العمل بكل ما يمكن أو ما هو متاح لكل فرد من أجل تقديم يد العون والمساعدة كواحدة من هذه المسيرات يمكن اللي ممكن ناخدها من حياة ومسيرة رسولنا الكريم. أكيد كل الشكر للداعية والمحاضر الجامع الشيخ الدكتور أحمد شرف، كان وإيانا ببرنامج طلة فجر والحديث بهذه المناسبة الشريفة ذكرى المولد النبوي الشريف، وماذا يتوجب علينا فعله في هذه الذكرى بعيدا عن الاحتفال والأناشيد والمديح وتقديم الحلوى، بأن تترجم الاحتفالات على أرض الواقع بكل فرد بحياته أو بظروفه من أجل تقديم يد العون والمساعدة ولو بشيء بسيط للآخرين. أكيد رح نتواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا في الجزء الأخير والدقائق الأخيرة لبرنامجنا حاليا لبرنامج طلة فجر. كمان كل الشكر